نيوز. بنوصل معاكم دلوقتي لفقره الفيك نيوز. النهارده بنكشف لكم طبعا حقيقه خبر اتنشر على السوشيال ميديا، هو ان ويلفرد بوني مهاجم منتخب الكوت ديفوار جاله عروض كتير جدا من انديه مصريه وانديه عربيه، لكن الحقيقه بقى ان بوني نفسه نفى ان هو جاله اي عروض سواء من اي نادي جوه مصر او كمان اي نادي بيلعب في الدوريات الخليجيه، واكد كمان ان هو مركز حاليا مع منتخب الافيال عشان يتاهلوا لدور ال16 ويكونوا منافسين على لقب كاس الامم الافريقيه، ومش شاغل باله خالص بموسم الانتقالات.